أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو السريع. بعض الإخوان شافوا الحلقة ديال المقاول الذاتي وطلبوني على كيفاش نحيد هذا المقاول الذاتي، ربما لأنهم كانوا داروها وهم ما كانوش محتاجينها، أو سوء الفهم في شي شركة كانوا دخلوا ليها وتسجلوا فيها لكن لقاو إشكال كيفاش يحيدوها، فطلبوني باش نوريهم كيفاش يحيدوها. غادي نوريها لكم طريقة بسيطة جدا. اول حاجه كتدخل الموقع ديال المقاول الذاتي وكتحل الحساب ديالك اللي ديجا مسجل معاهم. من بعد غادي تلقاها مكتوبه، الا كنتي ديال العربيه غتلقاها طلب تشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، والا كنتي دايره بالفرنسي دوموندي فوتغ غادياسيون دو ريجستر ناسيونال دي زوتو انتربرونور. كتكليك عليها وكتدخل وكيقول لك عطينا السبب ديال التشطيب، وتحتا كتلقى عطينا اسباب بالتفصيل. كتكتب لهم انك ما بقيتش كتزاول هذوك الأنشطة مثلا، أو أي حاجة كتبتي علاش بغيتي تشطب عليها. من بعد كدير حفظ وكتطبع هذيك الورقة وكتخرجها وكديها معك للبريد. فاش كتمشي للبريد كدير لهم هاد الورقة كيطبعو عليك لتحت أنه فعلا بغيتي دير سيساسيون، كتكون مكوشية هنايا أنه فعلا بغيتي تحيد الكونت ديالك. كديها معك، كدير لها فوتوكوبي وكديها للمديرية الإقليمية ديال الضرائب ديال المدينة ديالكم. كتكتب طلب خطي، كدير التاريخ ديال داك النهار، أن السيد فلان فلان حامل البطاقة الوطنية، أنك كطلب بتشطيب ديال بطاقة المقاول الذاتي نظرا لأنك مبقيتش كتزاول هدوك الأنشطة، وكتمضي لتحت وكتدفع مع فوتوكوبي ديال هاد الورقة اللي طبعتي في الأول، وكتكون ديجا دزتي عند البريد. كتدفع لهم وتعطوك واحد الروسي انك فعلا طلبتي انك بغيتي تحيد هذيك البطاقه المقاول الذاتي، كتكون فيها دومون دو غادياسيون في ظرف 48 ساعه كتحيد بطاقه المقاول الذاتي وكيتشطب عليك نهائيا. قبل ما تدفع الطلب هذا اكيد خاصك تكون ديجا خلصتي او ديكلاريتي كاع السنوات اللي دازو او الشهور اللي دازو اللي كنا شرحنا في الحلقه ديال بطاقه المقاول الذاتي. خاصك تكون مخلص كلشي، يعني ما كيتسالوك والو، عاد ممكن تقبل لك الطلب ديالك، ويمكن لك تتبع الطلب ديالك في الكونت ديالك في الحساب ديالك الا دخلتي للموقع ديالك في موقع المقاول الذاتي، وغادي تشوف انهم شطبوا عليك. يمكن لك ثاني الا بغيتي دير مقاول ذاتي فكيسمحوا لك باش تعاود تدفع وتحل الحساب ديالك وكتولي مقاول ذاتي. نتمنى تكون فاتتكم هذه الحلقه على كيفاش ندير التشطيب من المقاول الذاتي، ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.